طبعاً حضراتكم عارفين وبتتابعوا معانا بأن الدولة بتعمل طول الوقت على خلق أي فرص جديدة في الملف الاقتصادي وإزاي نقدر نساعد الاقتصاد بتاعنا. النهاردة بدأنا نسمع كلمة صندوق استثمار في الذهب. يمكن الكلمة دي غريبة شوية علينا، يعني ما بنسمعهاش أكيد ومش متداولة بالنسبة لنا. اليوم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير، وهذا التقرير أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، وده طبعا بالتزامن مع تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، يعني ما كانتش موجودة ومش بنتعامل بيها. كذلك كمان ده من أجل تلبية رغبات الكثيرين اللي بيبحثوا عن فرص استثمارية وغير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم. دايما انتوا بتسمعوا الناس، طب نقدر نستثمر في ايه؟ طب نحافظ على قيمة فلوسنا ازاي؟ طب ايه اللي يحفظ لنا القيمة؟ طبعا الصندوق ده هيقدر يعني هيقدم ايه، او ايه اللي هنقدر نستفيد منه، وممكن يساعد ازاي في ظل الظروف الصعبة اللي العالم كله بيعيشها؟ ازاي ممكن مثلا يساعد في ضبط السوق؟ هل ليه دخل في ده؟ خليني اخد مزيد من التفاصيل مع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير يا فندم. يعني صندوق الاستثمار في الذهب، أولا اشرح لنا الصندوق إزاي ممكن يساعد وماهيته إيه؟ في الحقيقة يا فندم الصندوق تم إنشاء أول صندوق خلال شهر مايو الماضي، لكن كما ذكرت حضرتك دولة رئيس الوزراء استعرض اليوم تقرير من الهيئة العامة للرقابة المالية. الهيئة العامة للرقابة المالية زي ما حضرتك ذكرتي قامت بالفعل بالانتهاء من وضع كافة التشريعات والقواعد والإطار التنظيمي المنظم لعمل صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة. الإطار التشريعي بيتضمن تنظيم كافة جوانب عمل مثل تلك الصناديق، سواء صندوق الذهب اللي بنتكلم عليه اللي تم إنشاؤه خلال شهر مايو الماضي، أو كافة الصناديق المستقبلية التي سيتم إنشاؤها، سواء من حيث كيفية التعامل مع صناديق الاستثمار، وضع سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن، أو إنشاء سجل للجهات اللي واجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن. طيب. عشان نبسط الفكرة يا فندم، هي الفكرة بتقوم على أنه حضرتك كما تعلمين الفكرة التقليدية لشراء الذهب هي أنه المواطن بيشتري سبيكة الذهب من صحيح. المحلات أو الشركات. مزبوط. الفكرة الجديدة بتقوم على أنه المواطن مش بالضرورة أنه يشتري سبيكة الذهب، ولكن في صندوق للاستثمار في الذهب. الصندوق بتنوب عنه مجموعة من الشركات، حوالي 10 شركات بتكون متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، هي اللي بتتولى بالنيابة عنه بيع وثائق أو القيام بعمليات اكتتاب في صندوق الاستثمار في الذهب. الفكرة بتتم إزاي؟ بتتم عن طريق أنه المواطن بيفتح حساب او العميل بيفتح حساب في الشركه، احدى الشركات المتوليه عمليه بيع الوثائق او توزيع الوثائق، بيفتح حساب للعميل في الشركه، بيقوم بتحويل مبلغ مالي المراد استثماره، وبعد كده بيتم توقيع الاستثمار الوثيقه او الاستماره الخاصه بالاستثمار في الصندوق. إذن الفكرة هي أنه المواطن بيستثمر في وثيقة، والوثيقة بتعادل حصة معينة من الذهب، بحيث أنه المواطن في أي لحظة ممكن يسترد أمواله أو جزء منها أو وكذلك الأرباح طبعا، أو الحصول على ما يقابل الوثيقة كدهن. والفكرة دي ليها مزايا كتير حقيقة. طب خليني هنا أسأل حضرتك سؤال، هل هنا الوثيقة هي وثيقة بقيمة الذهب؟ بالضبط يا فندم. تمام. الوثيقة الفكرة الجديدة بتوفر مزايا في الحقيقة كتير للمواطنين. أول حاجة يا فندم، يعني كما ذكر دولة رئيس الوزراء، هي بتهدف لتوفير فرصة آمنة لاستثمار الأموال للمواطنين بعيدا عن فرص الاستثمار التقليدية.
تمام. خاصة أنه كافة المواطنين بيبحثون عن وسائل استثمار جديدة آمنة توفر لهم نوع من التحوط لحفظ قيمة أموالهم. في مزايا تانية طبعا، منها على سبيل المثال أنه كما تعلمين حضرتك أنه شراء سبائك الذهب ربما تتطلب أموال كبيرة، لكن صحيح. الوثائق الجديدة ميزتها انها ممكن يتم شرائها باموال محدوده او وبدون حد اقصى، وبالتالي هي بتوفر فرصه استثمار لشريحه كبيره من المجتمع. تمام. ثاني نقطه انه احنا بنتكلم على التعامل مع صندوق للاستثمار، وبالتالي في نوع من الامان في التعامل مع الذهب، لاننا بنتعامل في ذهب معتمد ومضمون. في نقطة كمان هي مرتبطة انه كما تعلمين حضرتك انه لو انا بشتري سبيكة عادية بيكون سبيك الذهب بيكون في تكلفة للمصنعية طبعا، لكن في حالة شراء الوثيقة مش هيكون في تكلفة للمصنعية، وبالتالي ده بيوفر جزء من الأموال المواطنين. لا، وفي بعض الشركات كمان يا فندم لما بتشتري منه الذهب وترجع تبيعه بينزل لك شوية من القيمة بتاعته، بيخصم قيمة المصنعية، وبالتالي فهنا الاستثمار ده بيحفظ القيمة. يعني إذا أنا هستثمر أموالي ويمكن تكون كمان فيها إضافة وأكسب فيها بدل ما أخسر فيها. بالظبط، لأنه مش حضرتك مش هتتحملي تكلفة مصنعية. تمام. في كمان نقطة برضو إنه إحنا بنتكلم على شراء وثائق، وبالتالي مفيش عبء على المواطن إنه لازم يوفر مكان لتخزين الذهب اللي بيشتريه. صح، ويبقى آمن ويبقى مطمن عليه، ده أكيد. وبيبقى آمن ومطمن عليه، وبالتالي يعني نقدر نقول إنه دي فرصة جديدة للاستثمار في الذهب، فرصة آمنة للمواطنين، وفي نفس الوقت هي إن شاء الله يعني كما أشار الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أشارت الهيئة إنه إن شاء الله دي تكون بداية لصناديق استثمار أخرى سواء في الذهب أو المعادن النفيسة، وتوفر فرصة جيدة للاستثمار إن شاء الله. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.